اللي عندها حتة ذهب، اللي عندها حتة فضة، بعد شوية وقت لما بتتلبس البريق بتاعها اللي زي ما بيقولوا ايه بالانجليزي الشايني لوك بتاعتها، فكرة انها لسه جديدة او شكلها لسه جديد، بتروح. انا بقى قاعدة في البيت مش عارفة اعمل ايه، مكسلة انزل ابعتها للسايغ، مش عارف، ما عنديش سايغ معين، اشتريتها بالصدفة. هل ينفع وانا قاعدة في البيت اعيد اللمعة تاني لحتة الذهب ولا حتة الفضة، الحتة اللي عندي في البيت؟ احنا مش عارفين. احنا هنعرف دلوقتي من استاذ جون ويليام. نورنا النهاردة. منور يا فندم، منور. جون، استاذ جون ويليام، خبير مصوغات ومجوهرات، طبعا معروف جدا ما شاء الله اللهم بارك، وعامل شغل جامد صراحة. شفت الموديلات والحركات، عارفة انها مش يعني مش يعني ملهاش علاقة بالفقرة، بس شفت قلت لا ده عامل شغل والله. طيب هل فعلا ينفع نعيد اللمعان لأي حاجة من المصوغات أو المجوهرات عندنا، سواء كانت ذهب أو فضة؟ احنا نعيد اللمعة ونعيد البسمة والضحكة وكل حاجة. الله عليك، عيد اتفضل عيد، رجع لهم كل الحاجات لو سمحت. احنا عندنا ميزة في الفضة وفي الذهب وبالتالي في الألماز، ان احنا عندنا بنتعامل مع ماتيريال، مع خامة، مع خامة، غير لما بتعامل في الأكسسوري، غير لما بتعامل في الذهب الصيني. ان انا اوريدي عندي نحاس مطلي واخد طبقه طلا ذهب، او ميتال واخد طبقه، فطبعا وانس ان الطبقه دي حصل لها سكراتش، دخلها اي عوامل جويه، رطوبه، ميه، اي حاجه، فخلاص هي بقت ميتال، بيحصل له راستنج زي اي حاجه طبيعيه في حياتنا. حلو. غير لما يبقى عندي ماتيريال بيصدي. قصدك يعني بالظبط بيصدي. الماتيريال ميزتها طبعا اي حاجه احنا بنتعامل معاها في الجولري عموما، فضه، ذهب، الماز، هي سبيكه. يعني انا برضو صعب او يعني مش لوجيك ان انا اقول ان الماتيريال دي 100% فضه 100% ذهب. عمليا ما ينفعش، لان لو عندي سبيكه 100% فضه انا مش هعرف اشكلها، هلاقيها حاجه طريه لزجه في ايدي، مش هتاخد شكل معين. فلازم سبيكه الفضه وسبيكة الذهب بتاخد معاها ماتيريال تاني جنب الفضة او ماتيريال تاني جنب الذهب. زي ما بنعرف ان انا لما بيجي اجيب يعني حاجة فضة او حاجة ذهب بسأل على العيار، الذهب عيار 18، عيار 21، عيار 24، وحاليا بقى فيه في السوق عيار 14. الفضة الجملة المحفوظة لأي حد في بيشتري فضة عارفها، يقول لك فضة ايطالي 925. وفي برضو معلومة، عشان برضو ممكن مش متداولة قوي، ان في فضة 800. ال 800 وال 925 دول العيار، اللي هو نسبة الفضة في السبيكة اللي معمول منها القطعة لنسبة الماتيريال التاني اللي متضاف عليها عشان تنفع تتشكل، ان هي تنفع تاخد الشكل الدايرة بتاع الخاتم، تنفع تاخد الشكل اللي هو الصغير بتاع حلقات السلسلة. الذهب نفس الحكاية، سبيكة الذهب بتاخد جنبيها يعني درجة نحاس، نسبة نحاس. السبيكة الذهب طبعا بيبقى فيها نحاس. بالظبط، ونسبة النحاس كل ما تزيد كل ما القطعة تقدر اعرف اشكلها اكتر واطلع منها موديلات اكتر، فبالتالي حضرتك هتلاقي السبيكة اللي هي معمول منها ال 21 تلاقي ال 21 دايما اصفر شوية زيادة، ال 18 تلاقيه واخد سنة محمرية شوية. دي نسبة النحاس اللي زادت في السبيكة علشان تطلع القطعة دي، وبالتالي ال 18 اكتر تشكيلا من ال 21، فبالتالي. واعذر جهلي، لا معلش، العفو. هل كل ما النحاس يكتر اكتر قيمة الذهب تبقى اكتر، او العيار يبقى اكتر، ولا العكس؟ لما نسبة النحاس تزيد كده بالتالي نسبة الذهب بتقل. السبيكة هنفترض ان هي 100%، انا معايا مثلا سي 10 جرام نحاس، يبقى 90 جرام ذهب. ذهب لو بقوا 15 هيبقى ده 85. فبالتالي العيار ال 21 فيه اغلى من 18. حلو، وفي نسبه نحاس أقل من ال 18. بالزبط. وهكذا وهكذا. بالظبط. فهمت. حتى ال 14 اللي بدا يتداول في السوق دلوقتي نسبه نحاس اكتر، طبيعي، نسبه الذهب اقل، فبقى سعره في السوق اقل من ال 18. فهمت. لكن نسبة بقى التشكيل
كل ما النحاس يبقى موجود اكتر كل ما اعرف اطلع شكل بالظبط من الحكايه. بالظبط حضرتك لو شفتي او تعاملتي مع غويشه عيار 21 او 24 هتلاقيها لو جيتي مثلا تمسكيها في ايدك هتلاقيها بتتني معاكي تتشكل تاخد شكل الايد. لكن لو اسوره 18 هتلاقيها لا ماسكه نفسها شويه صلبه شويه. ماسكه نفسها. فهمت. طيب هنعمل ايه بقى يا استاذ حضرتك دلوقتي في الـ في الـ في الكارثه اللي احنا عندنا بتاعت انه انا تبقى عندي حته ذهب وبعدين فجاه تقفل كده يا استاذ جون خلاص تحس ان انت ده مش ذهب ده ولا ده ذهب وانا مش عايز البسه ولا بيحصل ايه؟ هو اولا هي مش حاجه تقفل ولا حاجه، هو تعامل عادي مع ماتيريال عادي بنتعامل معاه زي اي حاجه في حياتنا بيحصل لها شويه مع الاستعمال، فاحنا بنحاول نرجعها تاني شبه ما كنا بنجيبها. الموضوع بيبدا من البدايه خالص ان انا مبدئيا اختار القطعه بتاعتي مظبوط، اختار الكواليتي مظبوط، اجيب القطعه الذهب او القطعه الفضه من شركه معروفه براند معروف حد يعني موجود في السوق، بحيث ان انا ابقى ضامن ان الحاجه دي معموله صح، السبيكه بتاعتها صح، العيار بتاعها صح. الذهب او الفضه بيبقى عليه دمغه، في دمغه 925 على الفضه، في دمغه 800 على الفضه، في طبعا الدمغات بتاعه الذهب كلها معروفه والناس كلها حافظاها. حلو. ممكن اتعامل مع تاجر طبعا، التجار كلهم محترمين، بختار حد انا واثق فيه، حد اتعاملت معاه قبل كده، حد يعني اشتريت منه مره واثنين وثلاثه وخدت منه كواليتي محترم. طبعا في جرانتي مع بعض الحاجات، بس طبعا ده مش بيزك، في حاجات فيها بتطلع من غير جرانتي. بحاول اختار الحد اللي هو بيديني فاتوره، عشان انا لو القطعه فيها اي حاجه انا عايز ارجعها مع التاجر بعد ما اشتريت يبقى انا في مازال لينك بيني وبينه. اخترت القطعه بتاعتي صح، ابدا اخش على الجزء اللي بعد كده ان انا يعني ايه اللي ممكن بقى يخلي القطعه دي سواء حاجه انا شاريها لنفسي هستعملها، مدام هتستعملها، حد بيهادي حد، فانا برضو عايز القطعه اللي انا شاريها كهديه دي تبقى تفضل تاخد رونقها كده اكبر حاجه ممكن. حلو. عشان تشرفني. ف لازم اعرف ايه بقى اللي ممكن يخلي القطعه دي مع الوقت يحصل فيها ان هي تغير لون او ان هي تطوس زي ما الناس بتقول او ان هي تغمق. بس يعني قولا واحدا هي مش هتصدي. حلو. هي مش هيحصل لها رستي. ايه بقى؟ ان انا دلوقتي في القطعة دي انا مثلا بلبسها كخاتم، بلبسها كسلسلة، بلبسها كاسورة. في ناس كتير جدا بتتعامل مع الجولري عموما ان هي معاها طول اليوم، بيصحى بيه وبينام بيه وبياخد بيه الشاور المفروض نعمل ايه حضرتك؟ المفروض نعمل ايه؟ المفروض شوية نتعامل معاها كجولري. بس في ناس بتحب حاجات، يعني برضو ما اقدرش ان انا يعني اقول لحد لا. ايوه. ايه اللي انا اتجنبه علشان الحاجات ما انا لو داخل اخد شاور، ايوه، يعني في سلسله انا بستعملها على طول بحبها ولابسها صبح وليل، أيوه، يستحسن ان انا اقلعها قبل ما ادخل. الحموم مش نظافه للحاجات الذهب وكده؟ نظافه بس بالطريقه اللي احنا هنتفرج فيها مع بعض. طب ورينا كده بقى. حاضر. انا هجنن واشوف حضرتك هتعمل ايه الصراحه، عشان انا هطبق كل حاجه هتعمله ده عندي في البيت. احنا في الاول وفي الاخر احنا بنحاول نوصل للناس وبنحاول نوصل للسيدات اللي موجودين في المنزل ان الموضوع بسيط، الموضوع مش محتاج ماتيريال اوفر، حاجه هتكلفني، حاجه بره البيت اصلا محتاج ان انا انزل اشتريها، حتى في حاجات كتير ممكن يتعمل بيها التلميع بس انا ما رضيتش اجيبها علشان ابسط الحكايه خالص. حلو. يعني ده خاتم فضه 800، اللون بتاعه باين ان هو مع الوقت مع الاستعمال اللون بتاعه اسمر مش صده. السمار ده راجع لايه؟ راجع لكذا حاجه، ممكن شمس، ممكن اتربه، ممكن الجو اللي هو فيه حراره عاليه، ممكن مش المية بس الاملاح اللي في المية، وبالتالي الكريمات بتغمق، الحاجات اللي فيها بيرفيوم، البيرفيوم نفسه بيغمق، الحاجات اللي هي البادي سبلاش والبادي لوشن اللي فيها حاجات يعني عطرية بتغمق لانها برضو بتعمل. طيب احنا ببساطة دي بولة من اللي موجودة في البيت هنحط فيها الخاتم كده، المادة دي بايكربونات صوديوم اللي هي بالبلدي كده بنقولها في المطبخ بكربوناتو. بكربوناتو ده بيخش في حاجات كتير في الاكل، وفي ناس بتحطه مثلا في الفلافل والحاجات دي، فحاجه متداوله موجوده في العطاره، موجوده في السوبر ماركت، اقدر اشتريها من اي مكان. فبمنتهى البساطه هاخد جزء بسيط خالص هحطه على القطعه
احاول ان انا لو القطعه دي فيها ديتيلز كتير، سلسله انسيال، في فصوص قصدي او في حلقات كتير، ادخل الماتيريال دي يعني جواها قوي، يعني تبقى كل حته لمسه المكان اللي فيه البايكربونات دي، عشان هي دي الماده اللي انا لما احط عليها بعد كده هي دي اللي هتتفاعل وهي دي اللي هتطلع لي الجزء المسمر ده. هنضيف عليها ميه مغليه من البويلر، محدش يخاف يحط عليها ميه لان عادي الماتيريال الفضه والذهب بتحط عليه الميه عادي خالص، مفيش اي مشكله. وحضرتك بتستعمل ايه في ايدك دي؟ ايدي بس جاست حاجه عشان اقلب بيها علشان الماده ما ينفعش اعملها بايدي تتخلق. ينفع اعملها بايدي عادي. طيب بس احنا بقى في استوديو كده فمش هينفع. في استوديو كده اوكي. هي دي ميه سخنه جابوها لك ولا دي ميه سخنه جابوها لي؟ كتر خيرهم يعني. كتر خير حضرتك والله ان حضرتك بتورينا حاجه، هنشوف هنعمل ايه بقى. طبعا كل ما كانت الميه بتغلي اكتر ونزلت على الماده اكتر كل ما كان. طبعا اخليهم يسخنوا لنا ميه ثانيه؟ لا يا جماعه، أنا اعتقد كده كافي، حرارتها معقوله مش بطاله. طيب. بس برضو طيب. كل ما كانت بتسخن اكتر كل ما كانت افضل طبعا. حلو. ده كده الخاتم بعد ما طلعناه، وفرشة اسنان عادية من الموجودة في البيت. يستحسن ما تكونش لا خشنة قوي ولا ناعمة قوي عشان ما تعملش افكت. في ناس ممكن تضيف مع البيكربونات مادة برضو موجودة في البيت اسمها ملح ليمون، عارفاه؟ تمام. بتستعمل برضو في الاكل وفي الطبيخ. دي نتفت فعلا. برافو يا استاذ جون والله. اي خدمه يا فندم والله. اي يدوم الواجب والله. اي حد معاه اي حاجه عايز يلمعها يا جماعه اتفضل معانا. في اي حد معايا حاجه يا جماعه يا استاذ جون؟ يا احنا بنستعمل طبعا فوطه عشان ننشف اللي احنا عملناه ده. يستحسن طبعا لو في سشوار في البيت ان انا اجفف خالص الميه عشان ما يفضلش اي حاجه اي موجوده ميه طبعا في اللي هي الصناية بتاعت الحاجة والتفاصيل بتاعتها. في ناس ممكن بعد الخطوة دي يعمل خطوة إضافية، والخطوة الإضافية دي ممكن تتعمل لوحدها أصلا من غير بايكربونات. حلو. اللي هو إيه؟ نقطة صابون مواعين، نقطة صابون سائل. آه. تمام. وبحطها عليها أو على الفرشة، وبرضو المية، مية عادي بقى من الحنفية مش شرط مية مغلية أو مية دافية. حلو. تمام. وزي ما احنا برضو بنلمع او بنغسل اي طبق في البيت عادي خالص بفرشة السنان، بفرشة السنان، وبخليها برضو ايه تتخلل كل الفتحات بتاعتها عشان تخش لاي جزء مصدي او اي جزء فيه اللون الاسمر جوه. غسلنا لها اسنانها وبقت زي الفل. ده جدا استنى اسنانها ايه ده لا برافو طبعا. تحت الميه عادي من الحنفيه يعني ميه عاديه خالص هتلاقي القطعه بقى شكلها حاجه تانية خالص. لا برافو. طب الذهب بقى انا عايز افهم الدهب. الذهب هنعمل فيه تقريبا نفس الموضوع بالظبط. الذهب كل ما في الامر ان احنا بنحاول نخلينا يعني اكثر حرصا لان طبعا الذهب فاليبل اكتر. الذهب فيه فصوص والفصوص برضو فاليو لانها بتتوزن مع الذهب، فبنحاول ان احنا برضو نعمل كل الخطوات اللي احنا عملناها دي تاني بس بحرص. لو بصينا على الخاتم بعد ما لمعناه الكاميرا هتجيبه حاجه اظن مختلف خالص. الكاميرا هتجيبه برضو مش هقدر اقول لك ان هو عشان للامانه في الكلام ان هو هيرجع 100% زي ما انت اشتريته، بس هيرجع اقرب حاجه اللي انت اشتريته. برافو. في خطوات كتير برافو ممكن تتعمل، بس طبعا دي في الورش وفي الحاجات اللي هي مور بروفيشنال يعني. الذهب بقى الذهب ده خاتم ذهب من اللي هو كان فقد البسمه ولا مسكين يا حبيبي غلبان في بدايه الحلقه. تمام. احنا هنعمل معاه نفس اللي احنا عملناه بالظبط، بس عشان احنا طبعا استعملنا البوله خلاص فاحنا هنحاول ان احنا يعني ناخد من الباودر ده. حضرتك مش عايز تسقطها تاني في ال هحط عليها الميه دايركت عشان تبقى افضل. طب حضرتك ممكن تحطها في بوله الميه نفسها؟ هو يستحسن ان احنا لو حطينا الباودر الاول والقطعه ناشفه ويعني بنعملها زي سكروبنج كده زي ما بنستعمل السكروب برضو دي بتساعد جامد. فهمت. وبتخلي الماتيريال تتغلل جوه. فهمت. م.
كل ما كانت بميه سخنه اكتر اكيد الذهب كل ما يعمل تفاعل اكتر طبعا في فوران بيحصل لان الميه السخنه مع البايكربونات برضو بتعمل فوران فبتبين برضو ان في فرق وبتطلع يعني صح. اللي هو كل الحاجات اللي هي غطسانه جوه دي سيمبلي احنا في حاجات كتير لو استعملنا الفوطه الصفراء لوحدها قبل ما نعمل كل الخطوات دي هتعمل خطوه من الخطوات في حد كان بيقول انه احنا ممكن ننظف الحاجات الفضه والذهب بقماش الجلد غزال ايوه جلد جملي او جلد غزال اه تمام ودي برضو خطوه حلوه جدا بس هو يمكن عشان مش حاجه متداوله قوي متاحه أي كمان حد يعرف صح من اي مكان بس هي خطوه يعني حلوه جدا وغالي كمان وشغاله والى حد ان هي برضو احنا بنحاول نوصل الناس ان احنا ممكن واحنا قاعدين في البيت من غير ما ننزل ندور صح ونعمل اي حاجه صح احنا جبنا الحاجات الموجوده في البيت وعملنا بيها نشوف بقى وده الخاتم الذهب بعد ما تلمع ولو يعني بذلنا فيه شويه مجهود زياده هي برافو طب هل في اي طريقه بقى اخيرا ده اخر سؤال لتنظيف الالماز الالماز هو الخاتم نفسه او الدبله اللي احنا حاطين فيها هي اوريدي ذهب ابيض فهنضفها بنفس الطريقه بس الالماز انا بحاول ان انا اخليني حريص معاه شويه واتعامل فيه مع الحد اللي هو بروفيشنال شويه عشان الالماز احسن ابعته للسايغ اصلا فص الفص آه. لو اتاذى نزعل كلنا واللي بيجي في الفص بقى بنقعد خلاص يعني استاذ جوني وليم هيك نورتنا النهارده حضرتك وجزيل شكر حضرتك ان هيك ورتنا ازاي نرجع البسمه للفضه والدهب تاني فبالتالي تبربق تسمي ايه بربرق فاحنا كمان نبرق معاها طبعا فجزيل شكر حضرتك ميرسي جدا استاذ جون وليم مشاهداتي العزيزة وبناتي الحبيبات بعد الفاصل ضيف بتحبوه قوي 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 خلينا نروح فاصل قصير ونرجع لكم من هنا وبس